بسم الله الرحمن الرحيم. يا فوفو. الاسم محمد والحبك الله من مقاطعة بير مقرن. الجنسية موريتانية. أحب الصحراء وأتمنى له الاستقلال التام. محبتكم تاج فوق رأسي تظللني، ومن لا يحبكم فأنا لا أحبه. فداؤكم دمي، وسأظل معكم وستبقون في قلبي إلى أن يحين الاستقلال. أقدم التحية للعلم الصحراوي. اليوم يوم لا كسائر الليالي، فيه تدق الطبول وتسمع الزغاريد ويدق القلب أكثر من دقاته. بإذن الله الانتصار، بإذن الله الاستقلال قريب. أصبروا وصابروا، إن الله مع الصابرين. أحن إليكم وسأظل أحن إليكم، ويوم من الأيام سأكون معكم إن شاء الله تعالى. أريد أن أطلعكم على شيء آخر، هو أنني ضابط صف من الجيش الموريتاني السابق. أعرف كل شيء، وموقفي ثابت مع الصحراء، ثابت مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وأود من هذا الفيديو أن يكون فاتحة خير، حتى نصل إلى الاستقلال الذي تصبو إليه الصحراء. وأرجو من سيادة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن يضم صوته لصوتي، لأنكم أهلي. أنا مولود في القويرة في نواذيبو، ومرضعتي صحراوية وجدتي صحراوية. أنا منكم وإليكم. نحن أعظم بلا مفصل، ولا يفرق بيننا ما والموت. الله يحفظكم ويرعاكم، وتحية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.